يعني الموظف بيجعل من وظيفته وسيلة للإتجار بها أو إنه يستغلها. طيب حضراتكم لجريمة الرشوة ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي، وأنا يعني تسمحوا لي إن أنا بقول التعريفات البسيطة دي في الأول قبل ما أدخل على العمليات بالنسبة لجرائم الرشوة. الركن المادي بيتحقق بالموظف لما بيطلب رشوة، مبلغ أو عطية أو وعد، أو ياخد أو يقبل، مقابل إيه؟ مقابل إنه يؤدي عمل من أعمال وظيفته، أو يمتنع عن هذا العمل، أو يخل بواجبات وظيفته. هنا بتتحقق الركن المادي لجريمة الرشوة. حضراتكم طبعا جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا ارتكبت جريمة موظف عام أو ما يعتبره القانون في حكم الموظف العام. لكن أي إنسان بيرتكب الجريمة دي مش موظف عام ما بيخرج من نطاق أحكام قانون العقوبات الخاص بجريمة الرشوة. يبقى لا تتحقق جريمة الرشوة إلا إذا كان مرتكب هذه الجريمة موظف عام أو يعتبره القانون في حكم الموظف العام.